رحمه الله على المرحوم سي عبد القادر بزقاره. هذه الامسيه اللي كانت حفل تابيني لوفاه المرحوم، وفاء لروحه ولعمله ولتضحيته ولعطائه، انه مربي الاجيال. لقد مات المرحوم وهو يزاول عمله، انه شهيد الواجب. نتمنى له الرحمه والمغفره والصبر لأسرته الصغيرة والكبيرة. من خلال هذا الحفل تبين أننا فقدنا رجلا وطنيا بامتياز، غيورا عن وطنه وعن بلاده وعن أسرته وعن الأسرة التعليمية وعن المنظومة التربوية. يتبين هذا من خلال الأوراش والأعمال وحب الخير والتفاعل الإيجابي والتتبع الدقيق لجميع العمليات من مشروع المؤسسة وتتبع الحياة المدرسية والإشراف على الامتحان ديال البكالوريا، حيث كان يشرف على المركز ديال التصحيح ديال البكالوريا هنا في الثانوية ديال بن سينا الإعدادية. فرحمة الله عليه وصبرا لوفاته، ونحن ملتزمون بمتابعة وتتمة الأعمال والأشغال والمخططات التي كان يشرف عليها الأستاذ بزقارة وفاء لروحه. نحن كأطر إدارية وتربوية وكتلاميذ سنتمم هذا المشوار وفاء لروحه. فلترقد روحك بسلام أخي العزيز سعد القادر.